في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد المصادف للثاني من شهر أبريل، ارتأينا هذه السنة أن الاحتفالية تكون مغايرة للسنوات السابقة، حيث تم تنظيم يوم دراسي حول اضطرابات التوحد وعوائق الواقع. إذن هذه التظاهرة هي يعني الهدف منها هو الخروج بتوصيات حيث ستساهم في تحسين التكفل ومن خلال المناقشة وتقييم الطرق المعتمدة حاليا. اليوم الدراسي حول التوحد بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، جينا باش على الأقل تكون عندنا فرصة أننا نتلاقاو الجهات المسؤولة من أجل إبلاغهم بشعارات هذه الفئة، وباش على الأقل يكون مستقبلا فيه تكفل شامل ومشترك ما بين الوزارات المختصة والمعنية، ولما لا إنشاء مجلس استشاري للتكفل بذوي التوحد وليس صغار التوحد أو أطفال التوحد وإنما حتى التوحديين الكبار.